بالنسبة لهذه المحطة اللي كنعتبروها أساسية لأنها جات على إثر واحد المسار يعني نضالي من أجل تأسيس ائتلاف وطني اللي كيضم يعني أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وجمعيات حقوقية من أجل الدفاع عن حراك فيقيك. حراك فيقيك اللي سنعرفه على أنه يعني منذ أزيد من 9 شهور، وهذا الحراك يعني ساكنة فيقيك كتخرج في احتجاج حضاري سلمي من أجل الدفاع على حقها في التدبير الجماعي للماء اللي دأبات يعني منذ عقود على هذا التدبير دياله. وبالتالي حنا سنعرفه على أن التطورات اللي عرفها هذا الملف هذا كان فيها الإجهاز على حق ساكنة ديال فيقيك في التدبير الجماعي اللي كانت كتعودات من خلال يعني المراعاة ديال الخصوصية ديال هذه المنطقة، لأن كاينة خصوصية استثنائية اللي مع الأسف أن المقاربة الرسمية ما استحضرتهاش، وهي أن منطقة فيقيق كتختلف يعني لا على المستوى التاريخي ولا على المستوى الجغرافي بعدة يعني عناصر اللي كتجسد هذه الخصوصية، خصوصا ما يتعلق بتدبير الماء، خصوصا وأنها واحة واللي عرفت واحد يعني ذكاء فيما يتعلق بالتدبير الجماعي، على اعتبار أن هناك منظومة مائية اللي تم حولها يعني واحد الاستيعاب للخصوصية، واللي عرفت يعني تدبير من خلال اتفاق جماعي على هذه المسألة اللي كانت مقولة للجماعات، وعمر شي مكتب يعني اللي مكلف بالتدبير ديال الماء إلى غير ذلك ما قدر أنه يتكلف بهذه المهمة هذه. مع الأسف أن كان هناك يعني انقلاب على هاد السياسة هذه من خلال فرض دورة استثنائية على المجلس الجماعي اللي سبق له في دورة أولى أنه صوت ضد الشركات الجهوية، ففرض فرضا يعني في خرق كامل للدستور والقوانين إلى غير ذلك أنه تنعقد دورة استثنائية باش تصادق على القانون المتعلق بتدبير الشركات الجهوية لتدبير الماء والصرف الصحي. حنا كنعتبروا على ان هذه مسألة يعني مجانبة للديمقراطية، خصوصا وان هذا التدبير هذا يعني مقول للمجالس الجماعية، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لما تيكون المجلس الجماعي صوت ضد واحد القانون فكيف يعقل انه يتفرض عليه يعني بالقوة انه يصوت، لان هذا تعتبر بالقوة طالما تفرض أنه تنعقد دورة استثنائية بمعنى أن هذه في الواقع مجانبة للديمقراطية. ما بعد ذلك التطورات راكم كتعرفوها هي أنه كانت هناك احتجاجات متواصلة ولا زالت إلى يومنا هذا، اليوم الجمعة خارجة 26 جويه، كاينة هناك مسيرة اليوم اللي غادي تخرج عشية هذا اليوم في جيج يعني في إطار الاستمرار الحراك اللي قلت على أنه كيمتد لأزيد من 9 شهور دفاعا على الحق في الماء، لأن عندنا الأرض والإنسان والماء، وبالتالي هذا حق كوني ينبغي أن تراعي فيه الدولة وتراعي فيه المقاربة الرسمية. الحق ديال الإنسان في أنه الوقت اللي كتكون عندنا ثروة مشتركة فالفروض أن يكون مقاربة يعني فيها عدالة، فيها إنصاف، وفيها يعني استحضار الخصوصية، الشيء اللي لحد الآن هذا جاء اللي كيجي في سياق هذا الائتلاف اللي غادي يتأسس على أساس أنه يدافع، هي لحظة ديال الدعم، لحظة ديال المساندة، لحظة ديال التضامن من أجل أنه يكون ائتلاف وطني قادر على أنه يدافع على هذا الحراك وعلى الخصوصية ديال المنطقة وعلى الإنصاف وتحقيق الإنصاف فيما يتعلق بتدبير الماء.